تفقد السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، طبعا في إطار الترتيبات لتنظيم منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي إن شاء الله هتستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بمستوى جودة وإنجاز الأعمال المنفذة للاستعداد لتلك البطولة الرياضية الهامة سواء في استاد القاهرة أو غيره من المنشآت الرياضية اللي هتستضيف منافسات هذه البطولة، وكمان أكد على قدرة مصر على استضافة ذلك الحدث الرياضي وكذلك توفير كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه البطولة. طبعا أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بتسير بمعدلات إنجاز كبيرة جدا، ومن المقرر أن تنتهي بالكامل إن شاء الله مع نهاية شهر أكتوبر المقبل. استكمالا للخبر بتاعك يا كريم، خلينا نقول كمان في إطار متابعة هنا الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة باستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة هنا المنظمة لمونديال اليد، وناقش خلال اللقاء آخر بقى الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للمونديال العالمي بمشاركة هنا 32 منتخب زي ما احنا عارفين اللي هيقام إن شاء الله في يناير القادم. كافة مفروض التجهيزات كمان اللوجستية وضعت، فاحنا عايزين بقى نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. خلينا ناخد على التليفون كابتن حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد. يا كابتن صباح الخير على حضرتك في البداية. صباح الفل عليك. أهلا بحضرتك. كلنا متفائلين ومنتظرين هذا الحدث إن شاء الله العالمي اللي أكيد هيشرفنا جميعا وهيعود يعني بالخير بإذن الله على كافة الأصعدة على بلدنا. وامبارح كنا بنتكلم عن هنا تجهيزات بقى اللي ليها علاقة بالكوفيد والإجراءات الاحترازية وغيره، النهاردة عايزين نعرف من حضرتك تجهيزات أكتر تفصيلا يعني حول بقى المستويات الإنشائية والإدارية وفكرة كمان الترويج للخارج، الخطة الموضوع احنا عايزين نستفيد بهذا الحدث يعني بشكل كبير جدا كمان في قطاع السياحة، فخلينا نسمع من حضرتك يا كابتن فضل. طيب هو احنا البطولة خلينا نقول حاليا ثلاث حاجات رئيسية في البطولة. أول حاجة بالنسبة لموضوع الكوفيد ده متهيألي انتوا اتكلمتوا فيه كتير فمش هنتكلم فيه، بس ده يعني أول بطولة تقام في العالم وذن ما يسمى الكوفيد 19. فنقفل دي واحد. نمرة اثنين بالنسبة لنا اللي هي الحتة بتاعة الصالات احنا عندنا اربع صالات ان شاء الله هيتم استلامهم من الاربع صالات، ثلاثه جداد نوفي هي 6 اكتوبر وبرج العرب والعاصمه الاداريه، وبنعمل اعاده وتعديلات في استاد القاهره، كل ده ان شاء الله هيتم استلامه 31/10، وانا متفائل خير لان الثلاث ملاعب اللي هي جداد دول تقريبا خلصوا تماما وناقصنا فقط استاد القاهره ان شاء الله هيخلص 30/10. بالنسبه للحته الثالثه اللي هي اللوجيستكس او اللوجستيات بتاعه البطوله الاداريات، فاحنا دلوقتي اوريدي خلاص تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي على مجموعه من الفنادق ومجموعه الانتقالات، فبالتالي الفنادق والانتقالات خلاص احنا بنمضي العقود دلوقتي مع احد الشركات، وتم برضه تنفيذ اللي هو زي ما بنسميه البابل كونسبت، فول بابل كونسبت اللي هو التغطية الكاملة للاعبين والميديا ورجال الصحافة بالنسبة للأجانب، بحيث ان هم هيقعدوا كل مجموعة تيمز في فندق معين بيتقفل عليهم تماما الفندق ده، وبيتقفل كمان على العاملين بحيث ان اللاعبين ما يبقوش على اي يعني ما بيتخلطوش بأي حد خالص، وفي نفس الوقت كل 3 ايام كل 72 ساعه بنعمل لهم تيست بتاع الكوفيد ده، فبالتالي بنضمن سلامه جميع اللاعبين، ودي عملت تاثير ايجابي جدا ويمكن نفذناها في القرعه وعملت مردود ايجابي جدا جدا بالنسبه للبلد هنا لمصر، وده اللي احنا متفائلين بيه برضو ان يبتدي الجمهور يتشجع ان هو يجي. بالنسبه للجماهير برضو اللجنه الطبيه العليا من قبل الاتحاد الدولي اقرت ان نقدر دلوقتي نحط الفلان على 50% من التذاكر، فابتدينا نحط الفلان على 50% من حجم استيعاب كل صاله. ده بالنسبه للعمليه اللوجستيه بالنسبه للاقامه او الانتقالات. رائع جدا. يتبقى النقطة الأخيرة وهي فكرة هنا بقى الماركتينج أو الترويج ونقل الحدث للعالم كله، طبعا ده هيكون موجود ولكن عايزين برضو نعرف من حضرتك الحضور العالمي من الصحافة والإعلام. تفضل كابتن حسين. احنا يعني الزيارة التسويقية الأخيرة مع الاتحاد الدولي
احنا اتكلمنا على الحته بتاعه الصحافه والميديا دي، وهم قالوا لنا ان هم برضه موافقين ان كل الناس صاحبين والاجانب اللي جايين يحصل لهم نفس الكونسيبت اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو البابل كونسيبت ده، بحيث ان هم كلهم هيقعدوا في فنادق معينه تحت الاشراف الطبي الكامل من اللجنه المنتظمه ومن اللجنه الطبيه العليا. فبالتالي احنا دلوقتي بنحاول نعمله مع الصحفيين والميديا، وابتدينا نتصل بيهم وابتدينا نتصل بروابط المشجعين في بلد مثلا زي الدنمارك او النرويج او السويد، يعني الاسكندنافيين كلهم متوقعين ان هم فانز من هاندبول، فهم دول اللي ابتدينا بيهم. متوقعين مثلا ان الميديا الالماني جايين ثلاث محطات والميديا الدنماركي جايين محطتين، فنتعشم خير ان شاء الله ان بالاجراءات الاحترازيه اللي احنا عاملينها ان كل الناس تبقى مطمئنه تماما ان هم يجوا على البطوله بتاعتنا في يناير 21. هل هيتم دعوه مثلا بابليك فيجرز او سواء في الرياضه او الفن عالميين، ممكن دول برضو يبقى لهم تاثير كبير في فكره الترويج هنا؟ يعني صوره واحده من شخص مثلا عالمي سواء في مجال الرياضه على سبيل المثال هنا، لو هنقول لو نزلها على انستغرام ده ليه ملايين المتابعين، ممكن يعمل برضو متابعه كبيره او ترويج كبير. هل في فكره هنا دعوه برضو بعض البابليك فيجرز الموجودين في العالم العالميين؟ يعني حضرتك بالظبط كده، انا ماشي النقطه. احنا اتصال دائم مع الدكتور حسن مصطفى وهو كابتن خير وقاعد معانا الفتره السابقه دي كلها لغايه دلوقتي. الدكتور حسن قاعد معانا في مصر وبيتابع معانا، ومن ضمن الافكار ان عن طريق اتصالات الدكتور حسن مصطفى بكل اللجنه الدنماركيه الدوليه والاتحادات الدوليه ان ندعو بعض الفيجرز الانترناشونال فيجرز زي ما بيقولوا بالنسبه للرياضه، هي تعمل برضه متهيألي ان شاء الله رب العالمين اما اتاكد حضورهم هتعمل لنا برضو شيء كويس جدا جدا ايجابي جدا. رائع جدا. بنشكر الدكتور حسن على تعاونه معانا. رائع جدا، كل التوفيق لينا جميعا كابتن حسين لبيب، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله. شكرا. بنتمنى لهم اكيد التوفيق لان المهمه مش سهله، والظروف اللي هم هيشتغلوا من خلالها ظروف مش سهله، والعالم كله قاعد مستني يشوف يعني مصر هتبقى قادره الى اي درجه على ان هي تحافظ على الامن قبل اي حاجه، الامن الصحي لكل المشاركين وكل الوفود وكل الصحفيين. يعني ربنا معاهم لان فعلا المهمه مش سهله. انا هون صح اتفق معاك، بس احنا واثقين ان شاء الله هتبقى بطوله ناجحه جدا كده عن كل الاصعده باذن الله، تستفيد مصر جدا يعني يا رب.